بنادول أكثر الأدوية مبيعاً على الإطلاق، نظراً لفعاليتها الكبيرة كمسكن الآلام ومدى أمانه على المرضى، حيث تحتوي كراس بنادول على مادة الباراسيتامول. هي مادة مسكنة للآلام خافضة للحرارة، ذات تأثير خفيف على المعدة على النقيض من باقي المسكنات التي تضر بالمعدة. المادة الفعالة في بنادول هي باراسيتامول، التركيز 500 ميلي جرام، له بدائل تجارية مثل أدول وأبيمول وإنجكتومول. الشكل الصيدلي يتوافر على هيئة أقراص، وقت بدء المفعول بعد ساعة، الوقت اللي يحتاجه للوصول لأعلى تركيز في الدم من 10 إلى 60 دقيقة. العضو المسؤول عن الأيض الكبد، العضو المسؤول عن إخراج الدواء من الجسم الكلى. كيف يستخدم بنادول الأزرق؟ يستخدم بنادول الأزرق لتخفيض درجة الحرارة وتسكين الآلام وعلاج الصداع المتوسط والشديد. يستخدم في تسكين ألم العظام، ألم العضلات، يحد من ألام الدورة الشهرية، الطمس لدى النساء، يخفف ألم الأسنان، يخفف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق، يخفف أعراض كورونا فيروس كورونا. يمنع استخدام بنادول الأزرق للأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه مادة الباراسيتامول أو أي المكونات التانية الموجودة في بنادول. أيضا الأشخاص المصابين بمشاكل في الكبد، أيضا الأشخاص المصابين بمرض الفشل الكلوي. إيه هي دواعي استعمال بنادول الأزرق؟ تحتوي أقراص بنادول على مادة الباراسيتامول، وهي مادة مسكنة للآلام خافضة للحرارة، يمكن استخدامها في علاج الأسنان. يبقى أول حاجة علاج ألم الأسنان. رقم 2 علاج ألم العظام. رقم 3 علاج ألم المفاصل. رقم 4 علاج الصداع. 5 علاج عسر الطمس. رقم 6 علاج الآلام الناتجة من أدوار البرد والعمليات الجراحية. رقم 7 خفض درجات الحرارة المرتفعة. 8 تخفيف أعراض فيروس كورونا. بالنسبة للجرعة، يتوفر بنادول على هيئة أقراص للكبار فقط. تكون الجرعة كالآتي: لتسكين الآلام وخفض درجة الحرارة يتم تناول 325 ملي جرام أو 1 جرام كل 4 إلى 6 ساعات، بحد أقصى 1 جرام. أقصى جرعة في اليوم هي 4 جرام. نقولنا الأقراص بتاعتنا اللي بنتكلم عليها هي 500 ملي جرام. طيب، بالنسبة لبنادول شراب للأطفال، تكون الجرعة من 10 إلى 15 ملي جرام من وزن لكل كيلو جرام من وزن الطفل. تكرر هذه الجرعة من 4 إلى 6 مرات في اليوم، بحد أقصى كل أربع إلى ست ساعات، بحد أقصى 5 مرات يوميا. فمثلا طفل وزنه 5 كيلو جرام، هنضرب 5 في 15 مثلا، يبقى 75 ملي جرام. 75 ملي جرام دي يعني 2 ملي الى 3 ملي من شراب بنادول كل 6 ساعات، يعني ممكن 4 مرات يوميا او 5 مرات. بعد كده الأعراض الجانبية، يوجد أعراض يمكن أن تحدث نتيجة تناول البنادول: حساسية، طفح جلدي، نقص صفائح دموية، التهاب في خلايا الرئة، قيء وترجيع. هل يمكن استخدام بنادول الأزرق
مع مرضى الكبد. طبعا يمنع استخدام بنادول مع مرضى الكبد المزمن، خصوصا المصابين بالتهاب في الكبد او سرطان الكبد، لكن قد يضطر بعض الاطباء الى اللجوء لاستخدامه لعدم توافر حلول اخرى. ما الفرق بين بنادول الازرق وبنادول اكسترا؟ البنادول العادي يتوافر باللون الازرق، يحتوي على مادة الباراسيتامول فقط، اما بنادول اكسترا يحتوي على مادة باراسيتامول بالاضافة الى مادة الكافيين التي تحفز وتزيد من امتصاص الباراسيتامول فتعطي تأثير اقوى واشد، لكن مادة الكافيين قد تزيد من ضغط الدم وتؤثر سلبا على اغشية المعدة. فمقارنة البنادول الازرق مع بنادول اكسترا، فان بنادول اكسترا لا يفضل استخدامه مع مرضى الضغط، مع السيدات الحوامل، مع المرضى المصابين بقرح في المعدة. هل يمكن استخدام بنادول الازرق في الحمل والرضاعة؟ لم يلاحظ على مادة باراسيتامول المكون الفعال في بنادول اي تأثيرات سلبية على الجنين او الرضيع. طب بالنسبة لاسعار بنادول الازرق وباقي الانواع في السوق، في بنادول الازرق اقوى اقراص 500 ملي جرام 13 جنيه ونص في 24 كرس، وفي بنادول اكسترا 24 كرس ب 25 جنيه وربع، وفي بنادول ادفانس 24 كرس ب 16 جنيه، في بنادول كولد اند فلو 24 كرس ب 25 جنيه، في بنادول كولد اند فلو داي 24 كرس ب 27 جنيه، في بنادول جوينت 18 كرس ب 28 جنيه و 88 قرش، في بنادول ساينس 24 كرس 22 جنيه و 8 من 10. لو كملنا كلام عن بنادول، فإن بنادول الأزرق يحتوي على باراسيتامول معترف به كدواء فعال، يستعمل كمسكن للآلام بشكل سريع لطيف على المعدة. أقراص بنادول هي عبارة عن تركيبة باراسيتامول، تحتوي على تقنية أوبتي زورب، تتبدد أقراص بنادول الأزرق مع هذه التقنية أسرع 5 مرات من أقراص بنادول القياسية. دواء استعمال بنادول الأزرق، تعتبر أقراص بنادول أدفانس الأزرق 500 ميلي جرام مسكن خفيف وخافض للحرارة، ويوصي باستخدامها لعلاج معظم حالات الألم والحمى، الصداع بما في ذلك الصداع النصفي وصداع التوتر، ألم الأسنان يعد واحد من أفضل مسكنات الأسنان، أيضا ألم الظهر، ألم الروماتيزم والعضلات، عسر الطمس، التهاب الحلق، تسكين الحمى، ألم البرد والإنفلونزا. يوصى بتناول بنادول الأزرق لتخفيف الألام الناتجة عن التهاب المفاصل. طريقة استخدام بنادول الأزرق، يمكن تناول بنادول الأزرق مع الطعام أو بدونه. الجرعة المعتادة للبالغين هي كرس واحد أو كرسين، عيار 500 ميلي جرام حتى 4 مرات في 24 ساعة. متى يبدأ مفعول بنادول الأزرق؟ طبعا تتميز أقراص بنادول بامتصاص متقدم لتخفيف الألم بسرعة، وتسمح تقنية أوبتي زورب لأقراص بنادول الأزرق بالبدء في الذوبان في غضون 5 دقائق والبدء في تخفيف الألم في غضون 15 دقيقة عند استخدام كرسين من بنادول جرعة 1000 ميلي جرام. وقد يكون بنادول مناسب أيضا للمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وكبار السن. لو كملنا كلام عن بنادول الأزرق، فإن تعتبر مجموعة منتجات بنادول المختلفة من العلاجات الشهيرة التي تستخدم في علاج واسع النطاق مسكنات للألام وخافض للحرارة. وعلى العكس ما يعتقده البعض، هناك تفاضل بين الأنواع المختلفة. في الواقع أن لكل نوع تركيبه كيميائية مختلفة والملائمة للغرض من استعماله. وهنا سنتعرف على نوع من أنواع بنادول، وهو بنادول الأزرق. التركيبة الكيميائية لبنادول الأزرق، يدخل في تكوين بنادول الأزرق عدد من المكونات الكيميائية، أهمها مادة الباراسيتامول التي تعمل على تسكين الألام والتخفيف من حدة الوجع، وتعمل المادة الفعالة باراسيتامول
على تخفيف الألم ومن خلال تقليل إنتاج البروستاجلاندين الذي يزيد من حساسية التهابات العصبية النهايات العصبية ومن ثم يقلل الشعور بالألم، كما يساعد أيضا في زيادة تدفق الدم للجلد وتقليل الحرارة والتعرق مما يحسن الحالة العامة للجسم. دواعي استعمال بنادول الأزرق: يستعمل بنادول الأزرق بشكل واسع لعلاج نزلات البرد ومصاحبها من الشعور بالاحتقان، ولكن نظر الاحتواء على مادة فعالة قوية هي الباراسيتامول قوية في تسكين الألام، يمكن استعماله بشكل أوسع كمسكن لبعض الألام. يستعمل بنادول الأزرق في تخفيف ألام الرأس، تخفيف الصداع الناجم عن السهر والإرهاق الشديد أو المصاحب لنزلات البرد، أيضا تسكين ألام العضلات أثناء ممارسة التمارين الرياضية، أيضا مفيد في خفض الحرارة بصورة سريعة، ويستعمل في تسكين ألام العظام الخفيفة، ويستعمل كعلاج للاحتقان وتسكين الألم الناتج، ويعتبر من المسكنات الجيدة للألام المصاحبة للطمس أو التي تليه، ويستخدم في علاج الأسنان. بالنسبة لبنادول موانع استعماله: يمنع استعماله للمصابين بخلل في وظائف الكبد والمصابين بحساسية زائدة لمنتجات بنادول، كما لا يوصى به السيدة الحامل والسيدة المرضى. وفي نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم، والرجاء الاشتراك في القناة وضغط لايك إذا أعجبك الفيديو وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.